وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا إلهي أنت ذو عفو ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. ورجعت إلى باب الكريم الذي عطاياه من غير مني كريم، ربي شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا أن يكون الذنب مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وصلاة وسلاما على نبينا المكرم سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، الذي خاطبه ربه قائلا: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أفتح لهم إلا إذا جاءوني عن طريق بابك يا محمد. أيها السادة الأماجد، تعالوا بنا نستأنف الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المجود في ليلة تكريم عمدة الواجب والأدب والخلق والكرم الحاج سعيد عطية القصاص. نسأل الله أن يطيب ثراه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. باسم الوالد الكريم الحاج كمال سعيد، حاج ناصر سعيد، حاج محمد سعيد، حاج غريب القصاص، حاج عبد القصاص، حاج حسين القصاص، السيد العميد أحمد دسوقي القصاص، آل القصاص بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بخصوص الصالحية القديمة بمركز فاقوس، يتقدمون بفائق الاحترام والشكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء جميعا. أما الآن مع العلم الكبير أحد عمالقة التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، الملقب بملك المقامات لأنه يثلج الروح ويسعد الفؤاد، الحاصل على أكبر عدد مشاهدات عبر الشبكة العنكبوتية، المتجول في أنحاء مصر والوطن العربي، والذي سعدنا به دائما عبر موجات الإذاعات والتلفزيون المصري، القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، يتفضل فضيلته مشكورا.
فوق ولا تحت؟ لا مو انت اللي اغرب شيء. مش حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء حاضر ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا إلا أن يشاء
واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قل عسى
بعثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا
مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يتقبل منكم إن شاء الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا رب
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن now.
عادل. يحذرون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا مرتفقا نعم الثواب الله نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين مثلا رجلين جعلنا
واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا
وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه خلقك من تراب يا
قال له صاحب وهو يحاور صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا
ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن الذين آمنوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا
أَحَدًا